بالليل الصباح ما كتعرفش دابا واش 4 ولا 5 الساعه القانونيه. اما الساعه الاضافيه ما كنبسمش، هنا ساعتنا القديمه وصافي. هذا الشعب راه مقهور، زادوا لي في السلعه، زادوا لي في الساعه، شا يبقاو ما بقى لهم ما يزيدوا. هذا اخباري شنو في الاعلام؟ لا في حق اوتوماتيكمون داز في التليفون وفي الدار قادين الماء كندير الدار، هادشي اللي كاين. الساعه القانونيه، اما الساعه الاضافيه ما كتبسمش، لا في النعاس لا في الراحه لا في حتى حاجه. بغيت الساعه القانونيه الاصليه جي ام بي، ماشي جي ام بي بلس ان، شويه من ناحيه الراحه، من ناحيه النعاس، من ناحيه ديال غروب الشمس في الليل كيفاش يكون معطل. المهم ما بنسبانيش انا شخصيا، فهمتيني، الظلام شويه ماشي مشكل، حتى انا ساكن في المدينه ماشي في، راك عارف المشكل ربما كيطرح الناس اللي في الباديه اللي في القرى. ولكن انا كنهضر شفتو على المستوى ديال هادشي ديال اللي بغيت تقول الراحه النفسيه ولا هذا، كنظن كاين تاثير، وهادشي سايتي بروفي باغ لي ميدسان وداكشي. لا انا الساعه زدت راسي شا ما كانش كاع شي صحابني زادوا الساعه، شي سمعت الوالده قالت الساعه من الساعه صافي عاد حققت انايا اي وصافي. دابا تنطلب حاجه وحده، انا بغينا يرجعوا لينا الساعه ديالنا حنا، النهار كنشدو طويل. لا الساعه زادت اش صح حتى الان براسي دابا وشالف مع الساعه، صار النهار كنشدو طويل دابا صافي، النهار تنحسوا به داز نصو، فهمتيني. ايوا هادشي اللي بغينا ساعتنا القديمه وصافي. خيد الساعه شنقول لك، هاد الحكومه حتى هي ولات عياتها، الساعه زادوها ماشي من صالح الشعب، راه مرار وتكرار تيهضروا عليها. هاد الساعه شنقول لك، لان كاين الدراري اللي تيفيقوا بكري في الظلام، شحال من واحد تكريسه في هاد الساعه اللي داروا، لان هاد شنقول لك تيبقاو يديروا شي قرارات، كهذاك اللي دار هاد القرار اصلا ما تيدخل حتى ل 10 ديال النهار، ولكن الناس اللي تيمشيو الصباح بكري يعني تيلقاو واحد المشكله، وخصوصا الناس اللي تيسكنوا في بعاد تيجيو تيلقاو الظلام ما تيقدروش يخرجوا. شحال من واحد انه ترك الخدمه ديالو على ودات الساعه، لان تيجي الصباح تيكون الظلام تيخرج شي تكريسه، شحال من واحد انا تنعرفو التكريسه، وانا تندخل تقريبا مع 6 وربع تنخرج، يعني لو كان هاد الساعه اللي زادوا تنخرج ما تيش نقول لك. ما نتمنى من الله ان الحكومه تشوف في هاد الشعب انه راه مقهور، لان ما يخرج ما تيخرج يخدم حتى تيكون وصل لواحد. كاين اللي ما تيمشيش يخدم على ود ديك الساعه، اللي ما يمكنش مثلا المراه تخرج في الصباح بكري تخرج للخدمه، وما يمكنش لها تخرج بوحدها، فهمتيني، ما يمكنش لها تخرج بوحدها، لان كاين الكريسات، كاين بزاف د الامور. لا هادي شوف، هذيك الزياده ما نهضروش عليها، دوك شنقول لك راه واحد الزياده اللي زادوا، راه شنقول لك الشعب راه غيبقى بحال هكا حتى ما يلقاو ما يشدوا فيه. والساعه راه زادوا هادي زادوا في هاد الناس، فهمتي. نتمنى من الله ان الحكومه تشوف بعين الرضا في هاد الشعب، لان هاد الشعب راه مقهور، زادوا لي في السلعه، زادوا لي في الساعه، شا يبقاو ما بقى لهم ما يزيدوا سلاو. اخويا هاد الساعه اصلا ما عرفناش واش زادت ولا نقصات، وما علموا عنا لا حتى شي حاجه، فهمتي. يعني اليوم انا راه فايق وتنضرب على الساعه، دابا كتبان لي 3:30، يعني راه 4:30 دابا، يعني الساعه ما تزادتش عندي. وهاد الساعه اخويا بيني وبينك ما لايقه حتى شي حاجه، يخليوها الساعه اللي كانت شحال هادي كتبقى الامور مزيانه. واخويا راه بنان مبرزط على هذا السؤال هذا، راه شي كيقول لك تزادت، شي كيقول لك تنقصات، المهم حنا غاديين الساعه، المهم غاديين تيظلام الحال، نورمالمون الجوج كتلقاني ناعس لا تعطل، المهم تتبان لي الجوج وصافي، داك الشيء تخلط مع الدم، كيزيدوا اللي بغاو ونقصوا اللي بغاو، والحكايه غاده وحنا غاديين معاهم، هذا الشيء اللي كاين اخويا. اخويا اش غادي نقول لك، الساعه دابا خربقونا، ما بقينا نعرفوا لا الصباح لا العشيه، حتى الخدمه ديالنا ولات تبدلات، تبدلات ساهي. هادشي خصو يحدوه، يديروا الليل ولا النهار، حتى بالليل الصباح ما كتعرفش دابا واش 4 ولا 5، دابا كيديو فيها ويجيبوا فيها. دابا واش غنقول لك، انا ما عارف واش تزاد ولا تنقص دابا، هما قال لك نقصوا عاوتاني، ولكن الله اعلم، انا كنعرف غير ساعه واحده. ويه واش غادي نقول لك، الله يهديهم الله يهديهم، اش غادي نقول لهم، ما دايرين والو، بقات غير الساعه باش يزيدوا فيها، كلشي تزاد حتى ساعه بغات تزادوا فيها. هادشي اللي عطا الله.